بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة السابقة أوردنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من مجيء جبريل إليه وهو في غار حراء، وما حصل من جبريل معه من الغط الشديد حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ثم ألقى عليه القرآن ابتداء نزول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وهو في غار حراء. ثم بعد ذلك صار جبريل يأتي إليه ويقرئه القرآن حتى إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى الله سرا، ثم جهر بها لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى على جبل أبي قبيس، نادى قومه فاجتمعوا إليه، فقال: لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدو يريد الإغارة عليكم أتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبت يداك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فيستفاد من هذه القصة أن المسلم يصبر على ما يلقاه من المشقة في طلب العلم وحمل القرآن وتلاوته، وما يقابل به من الرد من المنكرين، ويصبر على هذا حتى يظهره الله عز وجل، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ظهور أمره وانتشار دعوته المشارق والمغارب، رغم محاولة الأعداء من طمسها والقضاء عليها. فيؤخذ من هذه القصة أن المسلم يصبر، أنه يجاهد في سبيل الله بالكلمة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتعليم، تعليم القرآن والسنة، ويصبر على ما يلقى من المعارضين، لأن العاقبة بإذن الله تكون للصابرين وتكون لمن صبر على نشر العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك يتم، بهذا الصبر وهذا المواصلة، يتم بإذن الله للذي يدعو إلى الله، يتم له ما قصد، وتقر عينه بنتائج عمله. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الخير يحتاج إلى صبر، لأنه سيلقى تعبا من جهة العمل وتعبا من قبل الناس، فيصبر على ذلك
وتكون العاقبة حميدة له بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.